مع كل موجة حر تضرب لبنان في موسم الصيف، ترى المواطن يبحث عن ملاذ يقيه حرا مزدوجا إذا صح التعبير، الطقس من جهة والغلاء في الأسعار من جهة ثانية. ولا يخفى على أحد ارتفاع التعرفة للمسابح أو المنتجعات عندما تقصدها لقضاء يوم نهاية الأسبوع برفقة أفراد العائلة لأسباب عدة، أولها الهروب من احتمال الإصابة بسبب تلوث بعض الشواطئ اللبنانية جراء أزمة النفايات التي ضربت لبنان. بالمنتجعات السياحية على طول أنه نسبة التلوث ما في نسبة، شيء بسيط شيء لا يذكر، بما أنه هني عندهم فلاتر بالمسابح عندهم كلور. في هذا المنتجع في الجنوب وجد الأهالي متنفسا لهم ولأولادهم خصوصا، فهو يسمح لهم بإدخال احتياجاتهم من مأكولات ومشروبات ومن دون التقيد بلباس معين وفق بعض رواد هذا المنتجع. الكل بيعرف أنه نحن صرنا بوقت كتير فيه تلوث عم بيأثر على كل الناس، بطل فينا نحن نروح على النهر العادي. يعني أنا من الناس اليوم كنت عم بقول لعائلتي أنه نحن نروح على منتجع أفضل من أنه نروح على نهر عادي، لحتى قد ما فينا يكون عندنا وقاية أقل أو عفوا يعني تلوث أقل. هذا النوع من المنتجعات قد يكون تواجده ضئيلا في لبنان، وقد يكون أصبح مطلبا ملحا للبنانيين والعائلات بالإجمال والذين يئنون تحت وطأة الغلاء المعيشي. وهنا تكمن وتبرز أهمية هذه المنتجعات التي لا تفرض عليك واجبا في تناول مأكولاتها ومشروباتها حصرا. افتحنا حد الليطاني، بدنا زباين الليطانة وعالم الليطانة وكل اللي جاي على البحر كمان يتصبح بالليطانة يجي على المنتجعات. اوكي، كيف عم نجيب ميتنا؟ احنا ما نجيب ميتنا من الليطانة، نسحب ميتنا من ابار ارتوازية من الارض اللي هي بدورة تقطع على فلاتر وعلى مكانات لترجع تتقدم للناس بطريقة كثير حلوة وكثير مهضومة وكثير كثير صحية. وليس بعيدا من هذا المنتجع وجد هؤلاء متنفسا اخر في التمتع يوم نهاية الاسبوع، فهنا نهر في قعقعيات الجسر الذي يعتبر واحدا من أنهار كثيرة تشكل شريان الحياة لهذه المناطق، ما يحتم علينا وعلى الجهات المعنية استدراك مسألة التلوث حفاظا على الثروة المائية في لبنان.